بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة ثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. يوم جبت لكم درس جديد وهو على الأعداد المركبة. أعلم أن المشاهدات قليلة جدا والتعليقات تكاد تنعدم، ولكن صدقوني أنني لن أفشل ولا أفشل أبدا، ولكن سأتابع الدروس بإذن الرحمن وأدعو من الله الثبات، وإن شاء الله يساعدني ربي على أنني ندير لكم جميع الدروس، وهذا فقط يأتي من القلب. حبيت نعاونكم قليل من العلم اللي عندي، حبيت نوصل لكم المعلومة لجميع الطلاب اللي عندهم مشاكل، اللي راهم يديروا دروس خصوصية. نتمنى لهم كل النجاح من القلب إلى القلب. إذا نولي للدرس تاعي. إذا قلت الأعداد المركبة. إذا أولا صدقوني أن الأعداد المركبة أسهل ما يكون، أسهل أسهل أسهل، يعني من الدروس السهلة جدا في لثالثة ثانوي، وصدقوني أنه تمرين يأتي في جميع شهادات الأعوام السابقة تاع البكالوريا. إذا ركزوا معايا مع هذا الدرس المهم جدا جدا، ونذكركم أن اللي يفهم الدرس كلمة بكلمة يعني نقطة بنقطة راح يحل أي تمرين، صدقوني أنه يحل أي تمرين. ولكن عليكم أولا وقبل كل شيء أن تبدأوا بالدرس، ثم الدرس ثم الدرس، يعني ما تنتقلوش فقط إلى التمرينات وحل التمرينات. إذا راح نديره لكم أجزاء يعني صغيرة باش ما نكترش عليكم، ثم راح أنتقل إلى تمرينات على الأعداد المركبة، وهذه من شهادات البكالوريا إن شاء الله. إذا نبدأها بتعريف بسيط عن مجموعة الأعداد المركبة التي يرمز لها بالرمز سي، وهي مجموعة نتابع. إذا قلت التي يرمز لها بالحرف سي هي مجموعة الأعداد الحقيقية، حيث يعني كل الأعداد الحقيقية نزيد لها إي مربع، يعني الإي حيث يحقق إي مربع يساوي ناقص واحد. إذا بالتالي نقول أن R محتوى في مجموعة الأعداد المركبة. ثم نقول كل عدد مركب من C يكتب على الشكل التالي، أي عدد مركب فإنه يكتب على شكل زاد يساوي X زائد إي جراك، حيث X وإي جراك أعداد حقيقية، وإكس له تسمية وإجراك له تسمية. إكس يسمى الجزء الحقيقي للعدد المركب، أما إجراك يسمى الجزء التخيلي للعدد المركب زاد. تسمى هذه الكتابة الشكل الجبري للعدد المركب زاد. مثال، جبت لكم ثلاث أمثلة، مثلا زاد يساوي 1 زائد 3 إي. إذا 1، نلاحظ أن 1 يمثل الجزء الحقيقي، أما 3 يمثل الجزء التخيلي، وهكذا. إذا العدد اللي يجي وحده يسمى العدد الحقيقي، أما العدد المقارن اللي هو مربوط بإي يسمى الجزء التخيلي. مثال آخر، جذر 3 ناقص إي، نفس الشيء، جذر 3 هو العدد الحقيقي، ولكن هنا نلاحظ أن هنا الجزء التخيلي ما هو؟ هو ناقص 1. إذا ناقص 1 هو الجزء التخيلي، عفوا تخيلي، وهكذا. مثلا العدد 3 عدد حقيقي، ولكن قلنا أن R محتوى في C. الآن هنا ما هو الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي هو 3 زائد، ممكن أن نكتبه على شكل E في 0. إذا الجزء التخيلي هو 0. إذا أي عدد حقيقي فهو عدد مركب. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي مرافق العدد المركب. ما معنى مرافق العدد المركب؟ لكل عدد مركب مرافقه. هنا مثلا مديت لكم مثال ليكن زاد عدد مركب، حيث يكتب على شكل زاد يساوي x زائد y، حيث x قلنا الجزء الحقيقي وy الجزء التخيلي. إذا مرافق العدد المركب زاد هو يرمز له بزاد بار، حيث وش راح ندير؟ هو x ناقص اي إيغريك، يعني الزائد هذا ترده ناقص، أما إذا كان ناقص نرده زائد، فقط تغيير إشارة بين x بين الجزء الحقيقي والجزء
التخيل فقط. إذا أمثلة عددية، مثلا زاد يساوي 2 ناقص إي، إذا ما هو مرافقه؟ قلنا دائما نغير فقط الإشارة، ولكن حذاري، ليست إشارة العدد الحق ولكن إشارة جزئه التخيلي. إذا 2 زائد إي. مثلا مثال آخر، زاد يساوي جذر 3 زائد جذر 3 إي، إذا مرافق العدد هذا دائما قلت الزائد، ولكن حذاري الزائد ليمشي مع الجزء التخيلي، إذا يساوي جذر 3 ناقص إي جذر 3 أو 3 جذر إي. مثلا ولماذا قلت لكم حذاري؟ مثلا إذا كان عندكم ما هو مرافق العدد، مثلا زاد يساوي، لاحظوا معي زاد يساوي إي ناقص 1، إذا مرافق هذا العدد اللي هو زاد بار يساوي، راح نخلي الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي هنا ناقص 1، إذا ناقص 1 كيبقى كما هو، ولكن الجزء التخيلي هنا زائد 1 راح نردوه ناقص 1، ناقص 1 إي. إذا مرافق العدد إي ناقص 1 هو ناقص إي ناقص 1، إذا حذاري من هذه الملاحظة. نتابع، إذا راح ندخل في نقطة أخرى وهي خواص الأعداد المركبة. إذا هذه الخواص راح تستعملوها، صدقوني أنها تستعملوها كثيرا في التمرينات. إذا لاحظوا معي، إذا ليكن عدد مركب زاد يساوي إكس زائد إيكغريك، حيث دائما أقول أن إكس هو الجزء الحقيقي وإيكغريك الجزء التخيلي. إذا زاد بار بار مرتين يساوي زاد، ما معنى ذلك؟ إذا قلنا أن العدد المركب هو زاد يساوي إكس زائد إيكغريك. إذا أولا ما معنى زاد بار بار؟ يعني زاد بار مرة واحدة ثم هذاك العدد نزيد له المرافق، يعني مرافق مرة أخرى مرة واحدة ثم مرافق هذا نزيد له مرافق العدد زاد بار. نبدأها بالخط الأول، يعني زاد بار قلنا أن المرافق هو إكس ناقص إيكغريك، ثم زاد بار مرتين يعني زاد بار تاع هذا العدد اللي هي إكس ناقص إيكغريك، إذا واش يولي لي؟ حيولي لي إكس زائد إيكغريك، يعني ولينا حتى العدد زاد، وهذا ماذا يساوي؟ يساوي زاد. أتمنى فقط أنكم فهمتوا الفكرة. الخاصية الثانية، إذا كان عندكم جداء عددين مركبين فإن مرافق هذ الجدائين يساوي، يعني ممكن تفكيكهما، ما معنى ذلك؟ يعني يساوي مرافق الأول في مرافق الثاني. ثم الخاصية الثالثة، إذا كان مجموع عددين مركبين فإن مرافقهما يساوي مرافق العدد الأول اللي هو زاد زائد مرافق العدد الثاني زاد بفتحة. الخاصية التي تليها تقول واحد على زاد بار، واحد كيكون عندي قسمة واحد على زاد بار، مرافق واحد على زاد فإنه يساوي، لأن مرافق واحد هو الواحد على زاد بار، حيث الشرط المهم أن زاد لا يكون معدوم. ثم زاد على زاد فتحة مرافق الكسر، زاد على زاد فتحة يساوي مرافق البسط اللي هو زاد على مرافق المقام، طبعا دائما زاد فتحة يختلف عن الصفر. الخاصية F تقول زاد يساوي زاد بار إذا وفقط إذا كان زاد عدد حقيقي. إذا عندما يقول لكم في التمرين أوجد مثلا سؤال على مثل هذا حيث يكون زاد عدد حقيقي، راح نطبق هذه الخاصية، نقول أن زاد يساوي زاد بار. أما في حالة زاد عدد تخيلي صرف، هذا يوافق إذا كان زاد يساوي ناقص زاد بار. ما معنى ذلك؟ ما معنى زاد تخيلي صرف؟ معنتها يكتب على شكل زاد يساوي إي بي، معنتها العدد الحقيقي هنايا اللي هو إكس يساوي صفر. ثم زاد مرافق إي بي ماذا يساوي؟ يساوي لي ناقص إي بي، ثم نضرب في ناقص، ناقص المرافق تاع هذا يساوي ناقص في الناقص هنايا يولي لي زائد إي بي،
وهو نفسه زد. الآن جبت لكم تمرين تطبيقي لكل هذا. إذن أولا نبدأ بالشكل الجبري. يقول السؤال أكتب الأعداد التالية على شكل جبري. إذن لمثل هذا السؤال دائما مقابل هذا السؤال راح تضع في حاضنة زد يساوي إكس زائد إيجريك، يعني الكتابة العدد المركب راح يكون بشكل عام هذه الكتابة. يعني حبيت نكتب هذا العدد اللي هو جذر 2 ناقص إيه الكل مربع، لازم نكتبه من الكتابة هذه، لازم نردوه على شكل X زائد Y. ثم الشيء الثاني أضع في ذهني أن أين أجد إيه مربع فإنه يساوي ناقص 1. إذا من هذا المنطلق لاحظوا معي هنا أطبق الجداء الشهير رقم 2. لاحظوا معي، ركزوا فقط معي. إذا يساوي مربع الأول اللي هو جذر 2 الكل مربع ناقص 2 في الأول في الثاني اللي هو في جذر 2 في إي، زائد مربع الثاني اللي هو إي مربع، ثم جذر 2 الكل مربع ماذا يساوي؟ يساوي 2 ناقص 2 جذر 2 إي، ثم قلنا أن إي مربع ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 1. نجمع الأعداد مع بعض، 2 ناقص 1 1 ناقص، يبقى لي 2 جذر 2 اي. اخيرا نقيم هذه الكتابه مكتوبه على شكل اكس زائد ايغريك، حيث اكس هنا هو الواحد وناقص 2 جذر 2 هو الايغريك. اتمنى فقط ان الفكره واضحه للجميع. مثال ثاني، اذا اكتب 1 زائد اي على 2 ناقص اي ناقص اي، اذا هنا مكتوب على شكل كسر. كي تلقاوه مكتوب على شكل كسر مباشرة راح نضرب في المرافق. مرافق من؟ البسط أم المقام؟ لا، مرافق المقام. لماذا؟ باش نخرجو على شكل عدد. لاحظوا معايا، ما هو مرافق 2 ناقص اي؟ قلنا أين أجد إشارة ناقص نردها زائد، وأين أجد زائد نردها ناقص، ولكن حذاري عند الجزء التخيلي فقط وليس عند الجزء الحقيقي. إذا المرافق 2 ناقص اي هو 2 زائد اي. نضرب البسط أيضا 2 زائد اي باش ما يتغير ليش العدد، ثم يساوي. إذا نبدأ على بركة الله في النشر، 1 في 2 2، 1 في زائد اي اي، ثم زائد اي في 2 2 اي، اي في اي زائد اي مربع، ثم على المقام. لاحظوا معايا، هذا جداء شهير رقم 3، يعني مكتوب على شكل A ناقص B في A زائد B. إذا هذا نعلم أنه يساوي A مربع ناقص B مربع. إذا هنا راح يساوي لي 2 مربع ناقص E مربع. نتابع، لاحظوا معايا، إذا 2 هنا 2 هنا زائد اي زائد 2 اي زائد 3 اي. اي مربع ماذا يساوي؟ قلنا يساوي ناقص 1 ناقص 1 على 4. 2 مربع 4، هنا اي مربع يساوي ناقص 1، اذا ناقص في الناقص زائد 1، اذا وتساوي، اذا 2 ناقص 1 1 زائد 3 اي على 5. ولكن حنا حبيناه نكتبوه على شكل x زائد y. إذا واش راح ندير العملية الأخيرة؟ راح نفكك هذا الكسر. هذا الكسر هو 1 على 5 زائد 3 على 5 e. أخيرا لقينا أن الكسر هذا يمده لنا 1 زائد e على 2 ناقص e، كتبناه على شكل x زائد y، حيث x هو 1 على 5 و y هو 3 على 5. أتمنى فقط أن تكون المعلومة وصلت. إذا بالتوفيق للجميع، هذا فقط الجزء الأول من الأعداد المركبة وهي كبداية فقط، ولكن صدقوني أنها المهمة في الأعداد المركبة هو الدرس كله. إذا إن شاء الله راح تتبعوني إن شاء الله كل الأجزاء باش تفهموا، ثم ننطلق إلى التمرينات حلول البكالوريا إن شاء الله. وفي الأخير ما علي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.